السلام عليكم عزيزاتي أعزائي، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وأن كل شيء في أمان الله. في إطار سلسلة شهيوات رمضانية غنشوفوا مع بعض اليوم كيفية تحضير مسمن معمر بالجبن وكذلك ثلاث أنواع الأجبان وكذلك بالزعتر وفليو. كيجي من أروع ما يكون، كيجي لذيذ وكذلك كيجي مغاير على أنواع المسمن اللي كنعرفوها. فهذه فكره من الافكار اللي نقدروا نزينوا بها المائده الرمضانيه. الا بغيتوا تشوفوا طريقه تحضير هذا النوع ديال المسمن هذا وديال الرغيف هذا، فما عليكم الا انكم تتبعوا الفيديو حتى الاخير، وانكم الا بغيتوا تشوفوا سلسله شهيوات رمضانيه كامله ما عليكم الا تابوناو في القناه وكذلك تفعلوا الجرس عبر الضغط على الجرس وكذلك الضغط على زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد. نتلاقاو اذا مع بعض باش نشوفوا كيفاش كنحضروا هذا الرغيف هذا. لتحضير هذا المسمن هذا، فانا سبق لي وحضرت عجينه المسمن العاديه اللي غنخلي لكم المقادير ديالها اسفل الفيديو. هذه العجينه عاديه بالدقيق ابيض او الفرينه وكذلك بشويه الملحه شويه الماء، وانا زدت فيها واحد قبيصه ديال الخميره. كذلك عندنا هنايا ثلاث اجبان، عندي الموتزاريلا وعندي شويه ديال الفرماج روج ايدام وعندي شويه ديال الجبن وعندي شويه ديال فليو وكذلك عندي شويه ديال الزعتر وشويه الزيت باش غادي نورق هذا المسمنات ديالو ديالي هادو. هاد المسمن كيجي من احسن ما يكون، فالميلونج اللي كندير ما بين الاجبان الثلاثه وكذلك الزعتر كيجي ممتاز. دابا غادي ناخذوا الكويرات ديالنا اللي من بعد ما حضرناهم، فاحنا درناهم تحت الفيلم اليمونتير باش يبقاو محافظين على الرطوبه ديالهم وما يديروش لنا واحد الطبقه اللي هي غادي تكرمهم لينا. هاد المسمن هذا فخصنا نعرفوا بان المسمن اللي كيطيب في المقله ماشي هو المسمن من اللي كيطيب في الفران، لان مسمنة الفران كنديروا عجينه اخرى. انا مسمنة الفران كندخل فيه شويه ديال الفينو، في حين ان المسمن ديال المقله كنخليه محضر فقط فرينه. فغادي نبداو على بركه الله كما قلت، غادي نحاولوا اننا ناخذوا هذاك الميلونج ديالنا ديال الزعتر وكذلك ديال الفليو، وغادي ناخذوا الاجبان الثلاثه وغادي نديروا بها الحشوه ديال هاد المسمنات اللي غادي نقدموا مع بعض اليوم. نمروا للطريقه كيفاش غادي نحضروا هاد المسمنه ديالنا. من بعد ما ايطاليناها كنجي على هذا الشكل هذا، فكتولي ترونسبارونت. اشنو كندير؟ كناخذ غير المقدار، القدر اللي غادي نخدم به بالنسبه لهاد المسمن هذا. غناخذ القدر ديال شويه ديال الجبن، غادي نديرو الوسط، غادي ندير معاه وفي الوسط ديالو شويه ديال الفرماج روج وكذلك شويه ديال الموتزاريلا، القدر اللي غادي يكفينا مسمنه. وغادي نجيب هذا الخليط هذا ديال الزعتر وديال الفليو وغادي نديرو الوسط. غنسد المسمنه ديالي بشكل عادي. هذا المسمن كيجي مورق مزيان، لان انا درت بعين الاعتبار انني ورقته بزاف. فلاستيس اللي كيبقى هو ان هذا الجنب هذا كنديروه من هذا الشكل هذا، وهاد الجنب الاخر كنجيبوه من الفوق بحال اللي كنلبسوا المسمنه ديالنا على هاد الشكل. فوالا كناخذوا شويه الزيت. المسمن هذا ما غاديش نايطاليوه بزاف، غنخليوه شويه بحال الا كنا شويه غليظ، لان هي ديجا مورقه. كنكتفيو فقط باننا كنحلوها شويه باش هذيك الحشوه اللي لداخل كتايطالا، وكنخليوه على هاد الشكل. وفي نفس الوقت كيكون عندنا المقله ديالنا كتسخن، كنطيبوا المسمنات. غنتلاقاو باش نشوفوا كيفاش كنطيبوا المسمنات عامرين بجوج الاجبان او بثلاثه الاجبان بالزعتر والفليه. المسمنات ديالنا من بعد ما درناهم في المقيله كيطيبوها ومادو، فكما كتشوفوا غادي نحاول انني نقلبهم. فوالا هاهما بداو كيطيبوا. غادي نطيبهم من جوج شويه ومن بعد غادي نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال المسمنات معمرين كيفاش كيجي. الرغيف ديالنا من بعد ما وجدوه كيجيو على هاد الشكل هذا، كيجيو ممتازين ورائعين. فأنا كنقدمهم بشويه ديال العسل، كيجيو كذلك مزيانين مع العسل. استطعتكم انكم تاكلوهم بحال هكاك، غير هما تيبغيو يتكلوا سخان، لان بما ان فيهم الفرماج ايدام في الداخل فمن الاحسن انهم يتكلوا سخان باش تبقى عندنا
لنا هذيك النكهه ديال لي دام فاش كنكونوا كنعضوا هاد المسمن هذا. فكنتمنى ان الفكره اليوم تكون عجبتكم ونالت الاعجاب ديالكم. ما تزيديوش او ما تردوش انكم تجربوها لان فعلا كيجي من اروع ما يكون. الى عجبتكم الفكره ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على لايك وكذلك تخليوا لي تعليقاتكم وكذلك اقتراحاتكم. انا نهى الاشاره. كنتمنى لكم شهيه طيبه والى اللقاء احبتي.